ساعتين كده وتقدر تاخدها وتخرجوا يا حاج. ايه ده هي كريمك يا دكتور ويسترها معاك دنيا واخره. الحقيقه انا كنت بطلت اعمل العمليات دي من زمان لولا اللي انت حكيتهولي. انت بتتسطر على بنت غلبانه اندحك عليها. مفهوم مفهوم. ايه ده هي كريمك يا دكتور ويعمل بايدك. معلش يا حاج انا اسف، كنا متفقين على رقم بس. بس ايه يا دكتور؟ المبلغ هيزيد شويه. شويه ايه؟ عدم المؤاخذه يعني الشويه دول يطلعوا قد ايه؟ 500 جنيه بس. 500 جنيه حته واحده؟ ليه يا دكتور؟ ده احنا اغراب وغلابه. ده انا بعت الجاموسه اللي حيلتي عشان اسطر على بنتي الغلبان. ما هو قصر دكتور البنك زود. اكلمه واحب على يده يسامحنا في باقي المبلغ. ده احنا ما حلتناش حاجه يا دكتور. انا كل اللي احتكم عليه يا دكتور الالفين جنيه اللي دفعتهم ده بتمن العمليه، والسبعين جنيه اللي هنركب بيهم لغايه البلد. عايز تديهم لدكتور البنج ونروح احنا لكفر الشيخ. ماشي ماشي خلاص خلاص، انا بتصرف معاك. الله يسترها معاك وما يفضح لك ولاية. لا يا صبري بقى، لا بلاش الله يكرمك. لا يا صبري بقى، لا بلاش بلاش والنبي. يا بنت لا يا صبري بقى. يا بنت انا هبقى جوزك يا بنت. والنبي جد؟ ده جد جدا، ده جد بجد. امال انت فاكره ايه؟ طب ما تطلبني من ابوي النهارده. النهارده اول ما هيوصل هطلبك منه على طول. لا حد يجي. مين اللي هيجي بس دلوقتي؟ ابوي. ابوكي ايه؟ ابوكي جاي في قطر الساعه 4 والساعه دلوقتي 2. لا بلاش يا صبري بيه الله يكرمك. بلاش ايه؟ هو انت مش عايزه تنزلي مصر وتلبسي زي البنات اللي بتشوفيهم في التلفزيون، ها؟ وتحط احمر واخضر. انا بقى خليكي تعملي كل ده، هسيغك يا بنت، خليكي ست ستات البلد دي. وهتاخدني معاك مصر؟ وهاخدك معايا بلاد بره كمان. وهركب الطياري؟ امال مش هخلي في نفسك حاجه الا وهعملها لك. لا يا اخوي انت بتضحك علي. طب احلف بيه بس عشان تصدقي. مش هصدقك بقى، يعني سايب بنات مصر كلاتها وجاي للفلاحه الغلبانه بنت الخفيف وتقول لها اتجوزك؟ يا خايبه دول كلهم صناعي، شويه الوان وصبغه بيروح بشويه ميه. انما انت الحلاوه اللي على اصلها. يا سلام. عارفه يا بنت لو قلعتي الاشارب ده وسيبتي شعرك كده. يا لهوي يا لهوي يا لهوي، ودعكتي خدودك الحلوين دول، ولا لبستي كردان الماز، قصدي كولي الماز بدل الكردان اللي انت لابساه ده، ولا حلق الماز في ودانك الحلوه دي، ولا لبستي جلابيه تانيه غير دي؟ لا لا يا صبري بيه لا. فردوس، اللي جابك هنا يا فردوس؟ يعني كنت بجيب لك اخوكي القعد. قلت مش اخويا ده، الناس كلها بتقول ان اخوكي. وانا بقول مش اخويا. خلاص قولي زي ما انت عايزه تقول، المهم اللي يثبت. فردوس، هو اللي يجيب الغدا لحد غريب يدخل عنده ويقفل الباب عليه؟ قصدك يا صفية؟ كنت بتعملي ايه عنده فردوس؟ قلت لي كنت بجيب له الغدا، وبعدين ابعدي عني بقى وسيبيني في حالي. غواك يا فردوس؟ غواك يا بيت؟ ستة ليه انطقي ما تتكلمي؟ هو هيكون عملها بشطار. حد برضك يقول على اخوه شطار؟ قلت لك مش اخويا. انتوا ليه مش راضيين تصدقوني؟ ابويا لو كان اتجوز واحده تانيه غير امي كان قال لي.
ابويا ما يسيبش ده، انا ابعد عنه يا فردوس. طب لو صبري ده مش اخوك يبقى مين؟ وجاي بلدنا ليه؟ وعشان ايه؟ هو مش عايز منك حاجه، لا فلوسك ولا ورثك. ده معاه فلوس ياما. ما تجاوبيني يا صفي، ولا هو عنده وخلاص؟ اقول ايه؟ ما هي فلوس صغيرتكم يا اهل محلة بركات، ما عدتوش بتحلموا الا برضاوا الجرم مني. خسارة يا بلد، يا خسارة.